ثاني تشوق للجهاد في سبيل الله. بكم والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر. الدين سينتصر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت. وانتم تستعجلون فبشرهم بالنصر وهم في المحنه. فلذلك يا اخوه، ارايتم يا اخوه كيف ان المحن تصنع المنح وهي منح ربانية. منح ربانية تتصور لتقودوا راية الحق وتهيئكم. ما يحدث ذلك عن ديني ولا إذا نمت الساعة لحد الآن ما وصلت لهذه المرحلة. ما المقاومة حتى تتهيأوا لقيادة الجهاد وكتائب الجهاد.